هذا العمل هذه الفكره هذه شنقول لك يعني هي في دماغي يعني شي 10 سنين تقريبا. وفيت درنا واحد الملحمه في اكادير يعني ما عرفت شي عام دابا ولا عامين وهذا، ولكن ما لقاتش واحد الصدى ما هذا، وقلت علاش ما نعاودها. وخلاص عيطت للفنانه ديالنا الكبار، غيكونوا 8 ان شاء الله. دابا كاين اللي حاضر معنا بين الاناث والمذكرين، كاين اللي حاضر معنا وكاين الاخرين اللي ما سميتو، ولكن ان شاء الله ملي سميتو راه تعرفي عليهم ويتعرف عليهم الجمهور الكريم ان شاء الله باذن الله. ولكن ملي عيطت على خوتي الفنانه كلشي قبل الفكره، وكل واحد يعني ماشي نقول الفكره ديالي هذا لا، في الاغنيه كل واحد حط الفكره ديالو، فهمتي؟ يعني مشاركين هكا كاع الفنانين اللي كاينين بثمانيه، كل واحد عنده الفكره ديالو في هذا العمل ديالنا، يعني ثمانيه ديال الادمغه. وتتعرفوني انا بنت باب الله وفنانه الكبار، وحصل لي الشرف يعني يكونوا معايا، وتنشكرهم بزاف من اللي قبلوا الدعوه ديالي. ما نقولهاش هذيك، نخليها مفاجاه ان شاء الله، يعني اللي حاضر معنا كاين اللي ما حاضرينش، وان شاء الله تكون مفاجاه للجمهور. تسجل هنا في كازا، دابا مازال ما عرفناش يعني احنا بدينا العمل هنا في الاستوديو، والتصوير يكون ولا ما يكونش الله اعلم. الاغنيه وطنيه، وكيفاش يعني الفكره في العمق ديال الاغنيه خليوها مفاجأة. علاش فكرت باش ندير بالعربية سميتو؟ يعني أول حاجة الأغنية الأمازيغية ما خداتش حقها، وثانيا كاين الجمهور يعني مثلا من المعجبين ديالي تنخدم عندهم وتيديون وتيطلعوا فينا وداك الشيء وتيحبوني، تنشكرهم بزاف، وما تعرفوش اش تنقول. تما جاتني الفكرة وعلاش ما نقرب لهم كما قربوا لي، نقرب لهم أنا أكثر ونغني لهم باللغة اللي تيفهموها، واخا تيديوني العراسة ديالهم والعيلة الميلاد ديالهم وهذا وما تعرفوش اش تنقول. يعني كما تيحبوني تانا تنحبهم، داك الشيء عطاوني قوة وعطاوني فكره باش ندير الاغنيه بالدارجه، وندير بحال ديسك ديال اسماء الله الحسنى باللغه الفصحى. اش نقول لك؟ خليها في يد الله. خليها في يد الله ان شاء الله باذن الله. عندي مفاجات يعني هيشوفوني في واحد اللون، لون اخر اللي ما عمرهم شافوا فيه عيشه ان شاء الله، الا بقى العمر والا مت المزامحه. تنقول للجمهور ديالنا اول حاجه تنقول لهم مبروك عواشركم، رمضان كريم يدخل عليكم بالصحه والسلامه وما تمنيتوا، وتسناونا ردوا النيح رمضان ونباركي افلوني كشمس لهنا الصح كل ما تمنى ايقانا فولكي اداو تحقق الرحمن الرحيم العزيز الكريم نكي دائما مخح في الحب السلام دات سمونح اينو زارنح عزانين. شكرا بزاف درسنح تقلم هيا حديثون في الله. السلام عليكم، مازلنا ربي فلا الجمهور نخ الكريم من طنجة الى الكويرة، زود عرب زود شلوح زود الريف زود زيان كلهم يقالنا قدودة مغربي. رسنتيني الصلاة من ربي فلا كراك نتين مباركة وشيرك ماريا كم يحفظ ربي وتما يسوس ماغيكا اللي يحكم بدنا لكم كلكم تحت حتى كمي. شكرا ماريا اختي. الحمد لله انا السوق كاينه فيه كل عام كنصدر جوج البومات ثلاثه البومات ومنتجة في نفس الوقت، ولكن ما عرفت من 87 عندي 13 عام في عمري كان بان في قناة أمازيغية، ومرة واحدة اللي دزت في الدوزيام، وداك الشيء راه فيه خبيني نخبي عليك. فعلا بقى فيا الحال، ماشي مبقاش فيا الحال، أي واحد أي مهنة غتبقى فيك الحال إلا ما وصلتكش داك الشيء اللي كتمنى توصلي.
انا عندي 88 البوم وباقي ما وصلنا فين، وباقي كان بشو باقي كنقلبوا. الحمد لله اختي عائشه هي ما نحسبهاش بيني وبينها ماشي فنانه وماشي صاحبتي، هي انا ويا خواتات حنا مجموعين من الصور ديالنا. الحمد لله دوزنا غير الخير وكتبقى ديما عائشه اختي ماشي كفنانه ولا صاحبتي ولا سميتو. الحمد لله فرحنا ملي عيطت علينا قالت لنا اجيو غنتشاركوا واحد العمل وهادو وديجا كي قالت اختي عائشه ديجا درنا سميتو كان فيه 32 فنان ولكن ما وصلت فين، وبغينا نجدو الحمد لله بغينا نديرو ثاني شي حاجه جديده شي حاجه وطنيه الحمد لله باش نفرحوا بها الشباب المغربي. بغيتو تحيوا الاغنيه الامازيغيه ان شاء الله كنتمنوا من عند الله. اش غنقول لك اختي ماريا، الجمهور المغربي كما قلت كنسلم عليهم السلام العزيز بحال اللي قلت بحال العرب بحال الشلوح بحال الزيان بحال الريف. حنا الحمد لله عيشه الملك، حنا شعب واحد وما كنديروش الفرق بيننا نقولوا العرب والشلوح وزيان والريف، الحمد لله حنا بحال درتيني وجدود امازيغ. مبارك عواشيركم، رمضان هذا تيتفلا ونشك مربي سلهنا عند وفولكي تدرتي علن ايوزنون. الناس كيعرفوني بالاسم ديالي معروف بالعربي حيحي، عندي من 75 راه 75 بديت في الفن من عندي 10 سنوات والحمد لله دوزنا في الفن حقنا وبحال شي فنان. داكشي على حق كل واحد والفئه. انا في الفن ديالي كنحبو من الصغير ديالي، كنحب الفن وخرجت حينت الاصل ديالي بعد انا راه فنانه فكيقولوا ليها احواش ديال حاحا. كتعرف تالنت العواد ديال حاحا. وحينت الجدود ديالي هما عندهم هادشي ديال التراث قدام، وانا خرجت درت السيل ديالي في الفن الامازيغي على حساب فعلا الفكره جات عند اختنا عائشه تشينويت. وعائشه تشينويت فنانه زعما ومهمه، حنا تنعتبروها مزيان لينا باش حتى هي كتعاون معنا في هذا الموضوع ديال الفن ديال الفكره ديال الوطنيه. حتى حنا راه تجمعنا كل واحد وفكره ديالته، ماشي حيت واحد الحاجه ماشي بحال الا خدام فيه واحد الى خدامين فيه ثمانية الناس او 10. وهاد الفكره زعما مزيانه ملي اقترحت علينا هاد الفكره ديال الوطنيه عجبتنا مزيان، يقدر ان شاء الله توصل باذن الله. الجمهور ان شاء الله يعطينا ربي، نترجو غن الجمهور يتشجع الفن انت مزيخ يعاون حتى انت غير كلي سنه تعاون حتى نكوني غير كاد اللي سنتفق زود غيكا حتى الجمهور يقدر غير يتعاون استشجع نس أرمت زعام أي سمعتنا دي ستمتنا أرون تيني رمضان مبارك أركون كله السيمغور وشكرا. أولا قبل كل شيء السلام عليكم، كنشكرك أختي ماريا وكنشكر الجمهور الكريم والحضور الناس الأحباب اللي كيبغيونا وكنبغيهم بزاف. بالنسبة أنا محمد يحيى فنان أمازيغي، أنا غنيت بزاف وعندي بزاف وعندي بزاف تكون عندي شي 150 أغنية. كان يعني كان لحن وكنكتب كنخدم مع الفنان ايوا خدمنا مع واحد العدد ديال الفنان كل واحد والسميه ديالو لا داعي للذكر. اي خدمت مع اختي عائشه وكنشكرها بزاف، راه هي اللي السبب حتى وصلت لهذا المنبر، كنشكرها بزاف وراه اختنا وعزيزه علينا وديما رافده لينا الهم. ايه بالنسبه للاغنيه الامازيغيه ما واخداش حقها بصفه نهائيه، لان المشكل فين كاين ما عرفتوش انا علاش هذا الشيء كاين، لان الفن الامازيغي راه يعني عنده واحد الوزن كبير في الكلمات وفي التلحين وكاينين المغنيين كبار وكاين هذا الشيء ما عرفت يعني مناش هذا المشكل هذا. انا حاليا باقي ما فهمتش ايه وهاد الفكره هذه يعني خدنا عائشه هي اللي جمعتنا اليوم، وهاد الفكره راه يعني كل واحد عنده فيها يعني حقه في هاد الفكره هذه، وفكره راه زعما مزيانه 100%. هي شرف ليا باش نكون انا مع هاد الفنانه في هاد الاغنيه هذه، لان اختنا عائشه والفنانه اللي غيكونوا كاملين راه المدرسه حنا تعلمنا منهم شي حاجه. كنشكر الجمهور الامازيغي والجمهور العربي والمسلمين كاملين، وكنبارك لهم رمضان كريم ان شاء الله يدخل عليهم بالصحه والسلامه وبالهنا ان شاء الله. شكرا بزاف على الزياره لقلوب سوند. معكم فاطمه تمنارت. ايوا كيشرفني نكون مع الفنانه الكبار اللي معانا
وخصوصا ملي جات الفكره من عند الفنانه ديالنا الكبيره ديال عائشه تشينويت. بطبيعه الحال واه كيشرفني نكون مع الفنانه الكبار كما قلت لك، وكيشرفني يعني نشارك في الاغنيه ديال يعني فيها بزاف الفنانه وديال الوطن. هذاك شي جهه هكاك شويه ولكن ماشي بزاف، كنظن ما كندير شي حاجه خايبه. تقريبا وقيله انا صغار فنانه. عندي الكليبات، ويعني شاركت يعني عندي واحد الكليب في كما قلتي الاغنيه مخلطه فيها العربيه وشلحة مع الفنان كريم نجوم سوس وواحد الفنان اخر عمر سعد، ومازال ان شاء الله يكون خير دابا القدام. تشكر بزاف شوف تي في اللي ديوسين لقدام نسار دارناغ. تشكر ولا الجمهور كله من غاية تناي تاني ميرتي كليتي هادنين اغتين ربي. السلام عليكم. بعدا اولا كنشكر شوف تي في اللي جات طال عندنا، وكنشكروا اختنا عائشة تشنويت اللي جابت واحد الفكرة واحد اغنية الوطنية، وغنكونوا فيها جميع الفنانة هي، ولكن هي اللي اقترحت واحد الفكرة، وهذيك الفكره ربما 100% عجبتني انايا. وهاد الاغنيه كنتمناو توصل وسمعها بزاف الناس والجمهور ديالنا وتوصل. كنتمنى الاغنيه امازيغيه توصل هاد الفكره اللي اقترحت علينا اختنا عائشه تشنويت. اييه كنتمنى الاغنيه الامازيغيه الثقافه توصل للعالم. هو مزيانه هاتي محمد هادي لا، ولكن عندي الكليبات ومثلت فيهم ديولي، مثلت فيهم حيت كندير الفيلم وكندير الاول ديال الديسك كندير فيه التمثيل هو الاول، عاد كندير الكليبات. والحمد لله كنتمناو هاد الاغنيه توصل محمد السادس الله يخليه لنا الله ينصرو. كنتمنى توصل هاد الاغنيه باش حتى هو يشوف من حق الفنانه ويشوف فينا باش هاد الاغنيه توصل حتى هي، وبغينا اي واحد سمع ليها تعجبو. وكنقول للمغاربه بصفه عامه رمضان مبارك سعيد، وكنشكر الجمهور ديالي وكنشكر الجمهور كامل ديال الفنانه ديالنا الامازيغيين وديال العرب، كنشكر كلشي، وكنشكر شوف تي في، وكنشكر الجمهور ديالي والله يخليكم ديما لينا.